الفرنسي فيرونار مدرب المنتخب المغربي عن تشكيلة الأسود النهائية التي سيواجه بها منتخب الكوت ديفوار ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا. لائحة رونار ضمت 26 لاعبا بينهم 5 لاعبين ينشطون في الدوري المغربي للمحترفين، حيث شهدت القائمة استدعاء صانع ألعاب الوداد البيضاوي الشرف بن شرقي لأول مرة للمنتخب الأول، كما عرفت عودة سفيان بوفال لاعب وسط ساوثامبتون الإنجليزي إضافة للوافد الجديد على صفوف المنتخب وليد الحجام الظهير الأيمن لفريق أميا الفرنسي، في حين يستبعد رونار مجموعة من الأسماء عن المواجهات الحاسمة أمام منتخب الفيلة بداعي الإصابة مثل مروان داكوستا مدافع إسطنبول باشا كشير وعزيز بوحدوز مهاجم سان باولي الألماني وأسامة طنان مهاجم لاس بالماس الإسباني إضافة لمحمد أناجم مهاجم الوداد البيضاوي ويوسف أيت بن ناصر لاعب وسط ميدان كون الفرنسي.